في فخ بيقعوا فيه الاهل بس بدهم يحمموا الطفل الرضيع يلي هو بعد ما يحمموه ويجوا بدهم يحمموا الراس بيطبوه على وجهه ساري 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 وبيحمموه بهالطريقه. هون الطفل صار عنده عرضه انه هو يشرق المي اللي نحن عم نحممه فيها ونحن نعرف قد ايه هي نظيفه. فالطريقه الصح انه اول شيء بتحمموا الجسم وبتخلصوه ومن بعدها تمسكوه للبيبي بهالطريقه الحلوه ساري ساري بيبي قدومه ومنهد الدينات منسكرهم ومنغسل راسه للولد واخر شيء بمية شرب بتجيبي وبتنسحي له وجهه ونعيما. say hi say hi Wish you felt the way I do. Cause it is fine.